بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا حديث مشهور معروف عند الناس، يحفظه صغيرهم وكبيرهم، ولكن ينبغي أن يعلموا أن هذا الحديث يدل على أن العرب كانت فيهم شيم وخصال استحقوا بها التمدح واستحقوا بها حسن الأحدوثة، وهي التي أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليتممها. من ذلك الوفاء. الوفاء ما أجملها كلمة، وما ألذها على الأسماع، وما أقلها في العيان. لكن الوفاء، قالت العرب في أمثالها: أوفى من السموأل. هذا المثل تضربه العرب للرجل يختبر ويبتلى فيوجد عنده وفاء عظيم، فيقال هذا أوفى من السموأل، أشد وفاء منه. لكن من هذا السموأل الذي يضرب به المثل في الوفاء؟ السموأل بن عادية هذا شاعر معروف مشهور، كان في زمن امرئ القيس، وكان له حديث معه مع امرئ القيس. امرئ القيس هذا الشاعر المشهور صاحب المعلقة المشهورة: قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي، بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها، لما نسجتها من جنوبي وشمالي. لكن هذا امرؤ القيس هو من بيت ملك، كان أبوه ملكا، وكانت العرب العلية والملأ منهم يأنفون تهتك أبنائهم، يأنفون من هذا. فكان امرؤ القيس متهتكا فاجرا سكيرا زير نساء، فطرده أبوه: مثلك لا ينبغي أن يكون في بلاط الملك، وكيف وهو ابن الملك؟ فطرده. في يوم من الأيام عدا بعض القبائل على أبي امرئ القيس الملك حجر الكندي هذا فقتلوه. فلما بلغ الخبر امرأ القيس أراد أن ينتقم لأبيه ويأخذ بثأره، لكن ليس عنده من الرجال، وليس عنده من المال، وليس عنده من السلاح ما يستطيع أن يبلغ به أربه. فنظر يمينا ويسارا فأضمر أن يذهب إلى قيصر يأخذ منه الرجال ويمده بما يحتاجه من سلاح وعتاد، ثم يرجع بعد ذلك يثأر لأبيه. لكن هو الآن معه حرمه، معه حرم أبيه، معه الصغار والفتية، أين يضعهم ومن يأتمن عليهم؟ وهذا السلاح والعتاد الذي عنده الآن أين يكون؟ فقلب البصر فظهر له الأبلق. الأبلق هو حصن السموأل، الحصن الذي يسكن فيه السموأل يسمى الأبلق، وهذا كان حصنا منيعا جدا، إذا سدت أبوابه صعب اقتحامه. فتحمل امرء القيس بأهله ومتاعه وحرمه وذهب يقصد السموأل ابن عادية. فلما أتاه أخبره بوجهته وأنه سيذهب إلى قيصر يستمد منه العتاد ويستمد منه الرجال، واستأمنه على حرمه وعلى عتاده، ثم انطلق إلى قيصر
وأخذ معه بعض أصحابه، فلما سار إلى أن دنا من أرض الروم نظر إلى صاحبه فإذا هو يبكي، فقال البيتين المشهورين: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، وأيقن أن لاحقان بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. انطلق امرؤ القيس ومن معه لشأنه، وبلغ أعداءه أن عتاده وسلاحه وحرمه عند السموأل بن عادية، فانطلقوا إليه. السموأل يعلم هذا الذي أصاب امرأ القيس، ويعلم أن بينه التيرة مع أولئك الذين قتلوا أباه، ويعلم أن ذلك الأمر أمر له ما بعده، فهو متوجس. فلما رأى يوما قوما مقبلين أغلق بيبان الحصن، لكن بقي خارج الحصن بن من أبنائه، فأخذه أعداء امرئ القيس. فقالوا للسموأل: أخرج لنا ما استودعك امرؤ القيس. فقال: لا، هذه أمانة وأنا عاهدت. فقالوا: إما أن تعطينا ما طلبناه، وإما سنقتل هذا الولد. فنظر إليهم غير متردد وقال: اقتلوا، إني مانع جاري، اقتلوا. فقتلوه وانصرفوا، فضرب به المثل في الوفاء. يعني هذه خطيرة جدا، هذه ومن يقدر عليها؟ ولا تحسبوا أن أولئك الناس في الجاهلية كانت أكبادهم أكباد إبل، لا يشفق أحدهم على ابنه ولا يتفجع على قتله، بلى، الابن هو الابن، قطعة كبد، هذه بضعة من الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو في، بل من غير البشر أيضا. ولما آثر أن يذبح ابنه ويمنع جاره، تكلمت العرب بوفائه وتحدثت به وصارت تضرب به المثل، فيقال: أوفى من السموأل. وفي ذلك قال هو لاميته المشهورة التي خلد ذكرها بجمالها وبفعله، يقول فيها: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه، فكل رداء يرتديه جميل، وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها، فليس إلى حسن الثناء سبيل، تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل. يعني هذا ليس شتما، هذا هذه حكاية واقع، عددنا قليل، متى رأيت الكرام كثيرين؟ تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل، وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. نحن قليل في العدد، طيب هل هذا ضرنا؟ ضرنا هذا؟ جارنا لا يوصل إليه، من استجار بنا أجرناه، والكثيرون جارهم ذليل يخلص إليه وتخفر ذمتهم، وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. هذا التمدح بالجوار، هذا الشيء الذي إن شئتم حدثتم عنه الساعات الطوال، ووقعتم من أمره على أعجب العجب، الجوار. تكانوا حتى كان إنسان يعني أجار من يود لو يجير من الشيب لا يأتي للرأس، سمعتم هذه قط؟ يجير من الشيب. قال ابن متى يقول: لو كان ولو يكون سواد الشعر في ذممي، ما كان للشيب سلطان على القمم. يجيره يجير رأس الإنسان من الشيب لا يأتيه. الفرزدق كان يجير
من استجار بقبر أبيه، غالب بن صعصعة يستجير بقبر أبيه يجيره الفرزدق، حتى ضربوا المثل بالجوار لجار أبي دواد، أبو دؤاد الإيادي، وهذا نزل بجار جاره هو الحارث بن همام بن مرة بن ذهر بن شيبان، نزل به أبو دؤاد الإيادي فأجاره وأعطاه أموال كثيرة. وفي يوم وهو نازل عنده مات ابن له، ابن للحارث لأبي دؤاد، فماذا فعل الحارث بن همام المجير؟ أعطاه الدية، أعطى أبا دؤاد دية ابنه الذي مات. لماذا؟ لماذا تعطيه الدية؟ الدية تعطى إذا كنت قاتلا، الدية تعطى إذا تحملت جريرة إنسان قتل، أما هذا إنسان خلص الموت إليه فقتله، ما شأنك وشأنه؟ هو يرى هذا المجير، هذا الحارث بن همام، أنه لما أجاره ما كان للموت، ما كان ينبغي للموت أن يتسلط عليه، فكان ينبغي أن يجيره من الموت أيضا، فلما لم يقدر على أن يجيره من الموت فداه كأنه هو قتله. هل سمعتم بهذا قط؟ فضرب المثل بهذا الجوار. وذلك يقول ابن الونان في شمقمقيته، يقول: ومثل جار لأبي دؤاد لا تطمع به إن لم تكن بالأحمق، إن لم تكن بالأحمق فلا تطمع بمثل هذا الجار، لا تكاد تجده. هذا، ولهذا تفهمون لماذا قالت أم هانئ ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابنة أبي طالب، للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ابن أمي زعم أنه قاتل رجلا أجرته. زعم، هذا الزعم يطلق فيما لا يكون له حقيقة، هذا وقع في يوم فتح مكة، حديث البخاري وغيره. جاءت أم هانئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، فسلمت عليه فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بأم هانئ. فقالت له: يا رسول الله، إن ابن أمي، وفي رواية إن عليا، زعم أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة. زعم، انظروا إلى كلمة زعم، يعني ما هذا لا تفعله العرب، أنا أجر، وهي امرأة، هي امرأة وتجير، تجير على الرجال، نعم، وينفذ جوارها، نعم، وتستغرب أن أخاها عليا يريد أن يقتل من أجرته، فتأتي النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: فلان زعم، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرتي. جوار. ولذلك نفهم قضية أبي بكر مع ابن الدغنة. أبو بكر لما خرج يسيح في الأرض يعبد ربه، أذته قريش، فلقيه ابن الدغنة سيد القارة عند برك الغماد، فقال له: مثلك لا يخرج ولا يخرج، ارجع فأعبد ربك في بلادك وأنا لك جار. وبين له لماذا مثله لا يخرج ولا يخرج: إنك تكسب المعدوم وتحمل الكل وتقري الضيف وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق، من كانت فيه هذه الخصال كيف يزهد فيه، كيف يخرج من بين ظهراني قوم إنما يشرفون بأمثاله، إذا خرجت فيهم من يبقى؟ فرجع: إني لك جار، يعني ويجير عليه وسط قومه، وهو ليس قرشيا، هو رجل قاري سيد القارة، ويجير عليه في قريش، يجيره في قريش، يجيره على قريش، وتمضي قريش جواره، لكنهم يشترطون، يعبد ربه في بيته، يفعل ما يشاء في بيته، ونحن لا يؤذينا يسمعنا قراءته، لا يستعين بالقراءة، لا يصلي، نحن نخاف أن يفتن صغارنا ونساءنا. وفعل أبو بكر رضي الله عنه ما اتفقوا عليه، وصلى ما شاء الله له أن يصلي في بيته، ثم بدأ له أن يبني مسجدا في فناء بيته ففعل، فلما بني المسجد صلى فيه، وكان رضي الله عنه رجلا قريب الدمعة رقيق القلب لا يملك دمعه إذا قرأ القرآن، فكانوا يجتمعون حوله يتقصفون عليه يستغربون لهذا. فدعا كفار قريش بن الدغنة
يا ابن الدغين قد آجرنا، قد أمضينا جوارك، أنفذناه علينا لأبي بكر، لكن بشرط أن يفعل كذا وكذا، لكنه أبى إلا أن يستعين بالقراءة. ها هو بنى البيت في فناء بيت، بنى المسجد في فناء بيته، ويقرأ ويستعلن، ونحن لسنا بمقرين له الاستعلان، هذا شيء لا نقره عليه أبدا، لكن لا نحب أن يتحدث الناس أنك أننا أخفرنا جوارك. شو أعربته لا يتحدث الناس. فأتى ابن الدغين يا أبا بكر قد رأيت وقد علمت ما عاهدت الناس عليه، فإما أن تمضي على ذاك، وإما أن ترد عليه جواري، فإني أكره أن يتحدث العرب، أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر رضي الله عنه فإني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله. هذا الجوار، هذا الوفاء، هذا الرعاية للذمام، هذه الرجولة، هذه الفتوة، أين هي وأين أمثالها؟ عدمت. لا يعدم الخير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعدم الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. قلت، ألستم تسمعون ناس يتمدحون بالغدر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أنه يعقد لكل غادر راية يوم القيامة لغدرته، هذه غدرة فلان، تمدح الناس بالغدر. ورحمة الله على من قال وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب. الأخلاق ليست عندنا شيئا يتلون مع الأوقات كما ذهب إليه بعض من لا يفقه وهو عند قومه من الفقهاء، لا، هناك أمور تمدحها الفطر ترغب فيها، ثم جاء الإسلام بتثبيتها، الوفاء، الصدق، هذا الإباء، هذا الشمم، هذا الوفاء، هذا الكرم، هذا العدل. نسأل الله تعالى أن يكثر الخير في أمة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. شهر رمضان الذي